هل صحيح انا ما دام هضحي لا اقص ظفري ولا اقص شعري ولا حاجه من الحاجات دي؟ لا، هو ورد حديث، اولا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله اله وصحبه ومن والاه وبعد. هو ورد حديث لام سلمة رضي الله عنها وارضاها، قالت طبعا على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فاذا هل هلال ذي الحجه فلا ياخذ من اظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. الحديث صحيح مروي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لكن احنا محتاجين دراسة اسباب ورود الاحاديث، ومحتاجين ان احنا نضع كل قول في موضعه وفي سياقه وفي سياقه وفي احواله وكيف فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث ده فعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس قالوا لمين؟ قالوا للحجاج والمعتمرين، ولذلك ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تاني قاله تاني النبي تاني صلى الله عليه وسلم للحجاج والمعتمرين، ولم يقل هذا لعموم الناس في أوطانهم. بالعكس، هو حتى ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنكرت ذلك على أم سلمة وقالت: يشهد على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، أنه كان يقص شعره ويأخذ من أظفاره في هذه العشر. ويبدو أن ستنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين يعني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف المناسبة. ومن هنا حتى أبو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه قال إن المضحي له أن يأخذ من شعره وأظفاره دون أدنى كراهة، شيء مباح جدا شأن هذه الأيام، شأن كل الأيام السنة. وجه الإمام مالك والشافعي قالوا والله دي حاجة اسمها كراهة تنزيهية، يعني قالوا كده لما شافوا الحديث ما وقفوش قوي عند مناسبته، فقال ده اسمها كراهه تنزيهيه تزول لادنى حاجه. يعني ابسط حاجه اصل يعني. هو يعني والمساله يعني انا ما اروحش احلق، ما هو الغريب ايه؟ هذا الدين العظيم، دين النظافه ودين الجمال، الواحد ما يعملش ضوافره، هي معموله بس. طب انا لو بحج مع مفهومه ليه التقشف والزهد وعدم الانشغال باي امر من اوامر الدنيا لها اهداف في اثناء شعيره الحج، انما الناس في اوطانهم لا يفعلوا ذلك. يعني اللي في الحج بينقطع عن كل مظاهر الدنيا، وبالتالي من ضمنها ان باعتبار ان قص الشعر او قص الاظافر ده شكل من اشكال التزين بالزبط او التجميل. بالظبط، حتى انت الحجاج في اثناء شعيره الحج بيتحللوا بقص الشعر صحيح ولفتره قصيره، فكيف بالمنطق وبالعقل يامر المضحي في وطنه أن يمتنع عن ذلك يعني 9 أيام بحال، وهو في الحج المدة بتكون أقصر. يعني مش من المنطقي، مش من المنطقي. فالناس فاهمة للأسف، وده صدر إلى الناس في العقود السابقة، إن أي حد وتلاقي حد يعني موظف في بنك رايح كده وسايب شعره وسايب دقنه وسايب ليه يا سيدي أنت، يقول لك أنا بضحي. يا سيدي ده مش موضوعه، ده النبي قاله للحجاج، فين وفين بقى عقبال ما بالناس بتقتنع. فالمسألة خاصة بالحجاج والمعتمرين وليست خاصة بالناس في أوطانهم مطلقا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.